السجاير بكام النهاردة؟ سؤال جديد بقينا نشوفه الأيام اللي فاتت، ولكننا بنسأل عن أسعار الذهب كل يوم، سواء كنت مع شرب السجاير أو ضدها. محدش يقدر ينكر أن في ملايين من المصريين السجاير في حياتهم شيء أساسي، علشان كده لما سعر العلبة يزيد الضعف في السوق السوداء لازم تحصل مشكلة. والمشكلة الأكبر بقى أن الأزمة دي شكلها مطولة معانا لغاية أكتوبر الجاي. ايوه زي ما سمعت كده. ولو بتسال ليه الميعاد ده بالذات وليه الحكومه لغايه دلوقتي ما حلتش الازمه، ايه حكايه الحيتان اللي قافلين حنفيه السجاير من فوق على باقي الشعب؟ خليك معايا في الفيديو ده وانت هتعرف ايه الحكايه. انا ايه الوليلي، كمل معايا الفيديو للاخر علشان تعرف كل التفاصيل. الايام اللي فاتت قررت شركه فيليب موريس مصر انها ترفع اسعار السجاير، وتحديدا من يوم 17 يوليو. وقتها طلع وأعلن إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات في تصريحات نشرتها جريدة الأهرام إن منتجات فيليب موريس هترتفع بزيادة بتتراوح من 3 ل 5 جنيه لكل علبة، لكن أكد إن شركة الشرقية إستر كومباني ما رفعتش أسعارها لحد دلوقتي. تعال بقى بص على أسعار السجاير جوه السوق، هتلاقي إن أسعار السجاير بجميع أنواعها شهدت زيادات كبيرة خلال الأيام اللي فاتت مع تراجع المعروض منها في الأسواق. وطبعا ده اتسبب في توجيه اتهامات للتجار بانهم رفعوا الاسعار بدون وجود قرار رسمي من الشركه الشرقيه للدخان بتحركها. طيب امال مين السبب في الزيادات اللي حصلت في منتجات الشرقيه للدخان؟ ابراهيم امبابي رئيس شعبه الدخان والمعسل بغرفه الصناعات الغذائيه باتحاد الصناعات انتقد تصريحات رئيس لجنه الخطه والموازنه بمجلس النواب، وده برئاسه الدكتور فخري الفقي، واللي كانت بتأكد إن اللجنة هتبدأ مناقشة مشروع قانون الضرائب الجديد وده على السجاير مع بداية دور الانعقاد الرابع في أكتوبر اللي جاي حسب موقع صدى البلد. وقال إن الكلام ده غلط وطالب بضرورة مناقشة الملف ده في أسرع وقت علشان يتم ضبط سوق السجاير. ووصف إمبابي في تصريحات خاصة بصدى البلد إن اللي بيحصل في سوق السجاير بإنه نوع من العشوائية وإنه مفيش ارتفاع أسعار غير مبرر. طبعا الكلام ده معناه ان الأزمة مستمرة معانا لشهر اكتوبر الجاي. وفي تصريحات لبرنامج 90 دقيقة الرئيس شعبة الدخان والمعسل بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات ان تباطؤ الحكومة في تطبيق ضريبة القيمة المضافة على السجاير بالإضافة لجشع التجار السبب في الأزمة الموجودة حاليا، وان أسعار الزيادة كانت المفروض تتراوح ما بين 2 ل 5 جنيه، لكن التجار رفعوا الأسعار حوالي 25 جنيه في العلبة. وعلشان كده طالب إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات الحكومة إنها تطالب بالبرلمان بسرعة إقرار التشريع الضريبي، وده علشان يساعد على إنه يقضي على العشوائية ودفع أسعار السجاير. في مداخلة هاتفية مع الإعلامي المصري عمرو أديب وهو في برنامج الحكاية اتكلم فيها عن جشع التجار وإنهم سبب في زيادة أسعار السجاير، وده كان رده على أديب لما سألوا مين السبب في ارتفاع أسعار السجاير في مصر. قال أديب انتوا ليه سايبين التجار هم اللي ياخدوا الفلوس دي، ليه ما تاخدوهاش انتم؟ أكد ان السعر الرسمي لعلبة السجاير الكيلوباتا 22 جنيه في حين انها بتتباع حاليا ب 45 جنيه نتيجة تزايد سعرها عند كل مرحلة من بيعها، واللي بيعمل كده هم الحيتان الموجودين في سوق توزيع وبيع السجاير دلوقتي. وبكل صراحة قولي شايف مين السبب في زيادة أسعار السجاير في مصر، شاركوني برأيكم في التعليقات.